احتفل الطلبة الصحراويين الدارسين بمتوسطة الشهيد سي عبد الغني بأفل ولاية الأغواط بالذكرى الأربعون لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وذلك بحضور السلطات المحلية ورئيس بلدية أفل ومستشار السفير الصحراوي ومدير جامعة فاريتي الصحراوية ونشط الاحتفال الطلبة الصحراويين وجمعية أولياء التلاميذ بالمتوسطة. بهذه المناسبة السعيدة على قلوب كل الصحراويين، 40 سنة من الكفاح، 40 سنة من الصمود، دليل وبرهان ما بعده برهان على أن الشعب الصحراوي سيبقى صامدا ومستمرا حتى نيل استقلاله واسترجاع كرامته. وتخلل الحفل استعراض عسكري وشعبي من تقديم البنات الصحراويات وزيارة معرض الصور الذي يعبر عن معاناة الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة ونضالاتهم، بالإضافة إلى حفل فني أغاني وأناشيد صحراوية ورقصات شعبية وعروض مسرحية معبرة للتعريف بقضيتهم. أتمنى أن المرة الجاية الاحتفالات تكون عندنا في وطننا ليس خارج عنه. آلاف من الخريجين الصحراويين في مختلف التخصصات، ويرجع الدور الكبير للمؤسسات التربوية الجزائرية، وبفضل هذا التعاون نجد الآن آلاف من الطلبة هم الذين يقودون مؤسسات الدولة الصحراوية. كما عبر الطلبة عن شكرهم للدولة والشعب الجزائري الذي ناصر أكثر من 16 حركة تحرر عبر العالم، حيث لم تدخر الدولة والشعب الجزائري جهدا في الدفاع عن حق الشعوب في الحرية والاستقلال، والتي على رأسها الدولة الصحراوية والفلسطينية.